خليني اخذ نهال. اهلا وسهلا اخت نهال من انجلترا، تفضلي. اهلا وسهلا بك يا سيس نزار، بشكر قناه الحياه بجد على البرامج الرائعه والخدام اللي بتباركنا في كل موضوع بتختاروه. عايز اخاطب كل مشاهد النهارده لبرنامج حضرتك بالمنطق في نقطتين وهسال سؤالين. لو شخص مات من اجل شخص اخر، يبقى اللي مات ده اقوى من اللي مات لاجله، ده ببساطه وبدون تعصب. وهل الله يطالبني بان انا اموت لاجله؟ بصراحه احط مليون علامه استفهام على هذا الاله، ولا افتخر ابدا باني اتبع اله مثل هذا. لا يشرفني ابدا ان انا اقول ان خالق كل هذا الكون العظيم يكون ضعيفا بهذا الحد. تاني نقطة، انه الله في عدله ومحبته ما عندوش تفرقة. بيقول الانجيل بتاعنا ليس عند الله محاباة، فالله بيحبني انا بالضبط زي حضراتكم، بالرغم انكم خدام مستخدمين في الميديا وانا مجرد مصدرة وغير موجود. بل اتجرأ واقول انه بيحب كل انسان، حتى وأحط تحت كلمة حتى مليون خط، حتى لو خاطي. بيحب كل إنسان. مش أسمع شيوخ يعلموا أن دم الإنسان المسلم مختلف عن دم الإنسان المسيحي. وصورت الجب ده إيه؟ أي نوع من الإله ده؟ بس عارف ايه المشكله يا حضره القسيس نزار وحضره القسيس ثابت؟ ان ساعات الواحد بيشوف الحق واضح، لكن كبرياؤه وكرامته بيمنعوه ان ياخد القرار الصحيح. فمعقول بعد ما اتولدت بهذه العقيده انا وابائي واجدادي كانوا بيعبدوا الله بهذه الطريقه، وانا اجي بعد كل هذه القرون اتشجع واعلن ايماني بشيء مختلف؟ هو ده مربط الفرس. فأنا ندائي بأعلى صوت إنه مفيش حد هينفعك في الآخرة، لا قسيس ولا شيخ، مع احترامي للكل، هتقف وحدك قدام الديان العادل وهتعيش أبدية، أنت اللي هتقرر مكانها. فمن فضلك ما تلومش الله، لأنه الله معطيك كل الحرية علشان تحدد آخرتك.